بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ محاضرات الفصل الثاني، ونبدأ في موضوع أسس الركائز، مقدمة ابتدائية عن الموضوع تتضمن أولا تعريف الركائز. عبارة عن أعضاء إنشائية قد تكون من الخشب، من الخرسانة، من الفولاذ، أو مزيج من الاثنين، يعني الخرسانة والفولاذ. تستخدم لنقل أحمال سطحية أو قريبة من السطح إلى مستويات أعمق داخل كتلة التربة. طبعا هذه الأعضاء تكون عادة نحيفة. ماذا يعني نحيفة؟ يعني طولها أو عمق انغرازها كبير مقارنة بأبعاد مقطعها. ومصطلح نحافة أو نحيف أخذته في موضوع الأعمدة. أعتقد الاستخدامات، الاستخدام الأول للركائز هو نقل الحمل إلى طبقة ذات تحمل أعلى أو انضغاطية أقل. هذا السبب الشائع عندنا من تكون التربة القريبة من السطح ذات bearing capacity محدودة وانضغاطية عالية بحيث تعطي settlement غير مسموحة. نحاول نقل الأحمال إلى طبقة قوية حتى لو كانت عميقة باستخدام هذه الأعضاء الإنشائية، حيث لا يمكن نقول حفر كل الموقع حتى الأساس نجلس على ذيك الطبقة القوية إذا كانت عمقها كبير. فماكو غير استخدام الركائز كوسيلة لنقل الأحمال. الاستخدام الثاني مقاومة أحمال الرفع أو الانقلاب، الاهتزاز، والأحمال العرضية. طبعا أحمال الرفع أو أحمال السحب مرات حتى لو عندنا طبقة قوية جالس عليها الأساس، يعني أحمال الكومبريشن ما بي مشكلة، بس بالسحب قد ما يدقق، وهذا ماشي عندنا محطات ضخ المجاري اللي تكون على عمق نقول 18 أمتار. محطة ضخ التربة اللي قاعدة عليها قد تكون قوية بالنسبة لأحمال الضغط، لكن من تكون هذه الغرفة فارغة بس باقي بها المضخات ما بها سويج، وبالخارج عندنا الووتر تيبل عالي، فراح يسلط أبليفت بريشر قد يقلع هذه الغرفة ويرفعها إلى الأعلى. فنحتاج ذاك الوقت إلى ركائز حتى تمسك هذه في مكانها. أحمال الانقلاب والأحمال العرضية شيء جدا شائع بالأبراج اللي تكون عندنا بها ويند لود عالي مقارنة بوزن البرج. بالنسبة للاهتزازات طبعا هذا شيء شائع بأسس المكائن. الاستخدام الثالث تجنب أضرار الانجراف. طبعا الانجراف وين يصير؟ الانجراف يصير أسس الدعامات أكثر شيء اللي تحمل الجسور، يعني جسر على نهر يجلس على دعامات، اللي تشوفوها هاي دعامات مو بايلات. الدعامات في دورها تحتاج أساس، قد يكون الأساس مالتها أساس ضحل، وبالتالي إذا سرعة جريان الماء عالية ممكن يجرف التربة من تحت الأساس الضحل ويصير مشاكل. فالدعامة تجلس على أسس ركائز حتى لو صار انجراف بجزء من عمق الانغراز من الركائز، أن عمق إضافي كافي يعمل. الاستخدام الآخر نقل الأحمال فوق مستوى الماء أو فوق سطح الماء إلى طبقات التربة السفلى. مثال على ذلك عندنا منصات التحميل اللي موجودة عندنا بالبحر اللي تكون بعيدة عن الشاطئ، لأن الناقلات النفط الثقيلة تحتاج إلى غاطس كبير، عمق ماء كبير، فمثل بنزين خانة بالبحر تطبق الناقلات تأخذ نفط حام تخام تحمل وتروح. هاي العاملين الموجودين والأجهزة والأمور كلها موجودة على منصة، المنصة بالهواء تشوفها، فلازم أكو أعضاء إنشائية تنقل أحمالها عبر الهواء
ومن ثم عبر الماء، ومن ثم تدخل في قعر البحر هذه الركائز حتى تسند هذا المنشأ. فهذا الاستخدام اللي هو يقول به نقل أحمال فوق مستوى سطح الماء عبر الماء وعبر قعر البحر وصولا إلى طبقة قوية أو تحقيق يعني التحمل الملائم للركائز. الاستخدام الأخير اللي هو استخدام أقل من البقية، أنه مثل ما تعرفون بالنسبة للتربة الحبيبية يعني خلينا نقول تربة رملية، إذا مخلخلة لوز الفايبريشن الاهتزاز يخليها تتراس ويصير بها جنسيفيكيشن، يزيد كثافتها يعني الحبيبات تتقارب أكثر إذا تعرضها إلى اهتزاز. فممكن نربط الجهاز مطرقة هزازة نخلي بها ركيزة وعلى سبيسينج معين مدروس نغرسها بالتربة ونسوي فايبريشن حتى يصير جنسيفيكيشن أو تحسين للتربة الموقعية. أنواع الركائز، الركائز يمكن أن تصنف بعدة وسائل. مثل ما تعرفون أي تصنيف يحتاج إلى كرايتيريان، فقاعدة للتصنيف. فقد نصنف الركائز على ضوء المادة المكونة إلها، مثلا ركائز خشبية، حديدية، فولاذية، خرسانية، حسب المادة المصنوعة منها. هذا تصنيف. أكو تصنيف آخر اعتمادا على وسيلة التنفيذ أو طريقة تنفيذها، يعني مثلا نقول هاي ركائز دقيناها بالمطرقة، بريكاس جبناها ودقيناها بالمطرقة. أكو ركائز سوينا حفرة خلينا بها تسليح وصبينا صب موقعي، هذا نوع آخر استنادا إلى طريقة التنفيذ. تصنيف آخر أكو اعتمادا على التأثير الذي تحدثه الركيزة على التربة أثناء تنفيذها، يعني عندنا أكو ركائز بنتنفذها تسبب إزاحة كبيرة بالتربة، مثل إيش؟ ركائز المسبقة الصب ومقطعها مصمت سوليد، هاي الدكة تريد لها فضاء تشغل حجم بالتربة فتسوي إزاحة كبيرة بالتربة. إذا مثلا ركائز ستيل إتش بايل أو أنبوب مفتوح النهاية الإزاحة اللي تسببها أقل. إذا الركيزة نحفر حفرة ونصبها هاي الإزاحة تكاد تكون معدومة اللي تسببها بالتربة. وهكذا أكو جدول وشكل أريدكم تطلعون عليها زين للإطلاع، بس أعلمكم شلون يعني تستفادون منها. هاي أنواع مال الركائز، البايل تايب هو هذا بالعرض أنواع الركائز. هنا أكو أمور أخرى يخبرك عنها، مثلا أكبر طول تقدر تنفذ به من هذا النوع المعني، الطول المثالي الأمثل مو الأقصى هنا. زين خصائص المادة المصنوعة منها الركيزة، أعلى إجهاد يوصى به، يعني انت من راح تصممها راح تسلط عليها اجهادات، اعلى اجهاد يطوك توصية بي ممكن يعني تسلط على الركيزة، اعلى لود للظروف الاعتيادية والطبيعية ممكن يشيل الركيزة، وراها ينطيك الرينج او المجال الامثل للحمل المسلط، هذا اقصى واحد، بس انت مو اللي تحملها الى اقصى شيء ممكن، وانما الرينج الامثل هو ضمن هذا الخرسانة الخشبية فحسب، وهذا الحكي لكل الأنواع الأخرى أيضا مذكور. disadvantages يعني التحديدات أو يعني المساوئ مع كل نوع. بعد هذا ما كمل، بعد أكو تكمل هنا advantages المحاسن مع كل نوع، وبعدين بعض الملاحظات remarks، وجواها أشكال مرسومة للأنواع المستخدمة. أنواع الركائز مو بس هذني، بالاتجاه العرضي ما تكفي الصفحة، أكو تكملة بعد الجدول نفس الحقول تتكرر بس بأنواع جديدة، هاي أنواع جديدة للركائز، نفس الفقرات اللي حكيناها قبل شوية أيضا متحدث عنها.
ركائز الصب بها انواع استنادا الى براءة الاختراع او الاجازة المسجلة الباتنت لشركة معينة. فقسم منها تلقى بها مثل ريمون بايل اسم ركائز، هذا اسم تجاري ايضا نعطيك فكرة والاعماق اللي تقدر توصلها بها. هذا الحكي كله قابل للتغيير مع تقدم تكنولوجيا التنفيذ. يعني انت تقول والله انت اعطيتنا محاضرات الركيزة بفلان نوع ما نقدر نسوي بها اكثر من 15 متر، يعني هاي الحكي مثلا في 5 سنين راح تلقى تطورت وسائل التنفيذ ممكن يوصلون 20 او 25 متر. هذا الموضوع نسبي ويتغير مع الزمن. زين نجي الى التشويس، شلون نختار نوع الركيزة؟ يعني احنا مثلا اجينا جربنا اسس منفردة، اسس مشتركة، رافت فاونديشن، كلها ما استوفت المطلوب من عندها من ناحية خلينا نقول قابلية التحمل، من ناحية السطلمان، اي شيء انخرق. ذاك الوقت انت تروح الاسس الركائز اللي هي كلفتها اكثر من اسس الطحنة. تلقى هواي انواع قدامك، يا نوع تختار. فاكو امور تحطها بعين الاعتبار تساعدك حتى تختار. موقع ونوع المنشأ شلون يأثر؟ مثلا يجي واحد يريد ينفذ فد منشأ يحتاج اسس ركائز الى فندق، يم مكان مكان تاريخي، او يم خلينا نقول وحده من خلينا نقول اماكن السياحه الدينيه مثلا العتبات او الحضرات اللي عندنا، هاي بنايه تاريخيه، انت ما تجي تدقيها ركائز وتخليها تفطر وكلها تخرب. الابنيه الاثريه الاخرى ايضا اكو مكانات ما تقدر تجي تسوي فايبريشن او ضجيج عالي، ففي حاله هذا الموضوع يحددك تروح على ركائز ذات ازاحات قليله وذات تاثيرات اقل، مثل خلينا نقول ركائز الحفر والصب الموقعي. زين مثلا قاع صغيره ونحتاج تحملات عاليه للركائز، ما تقدر تحط هواي ركائز بيها، فمو تلزقن وحده بالثانيه. هاي هواي عندنا هنا بالجزائر، بالهاي قاع غاليه صغيرونه وريد يسوي له كذا طابق. نقول له بهيك حاله انت اذا تريد تحملات عاليه للركيزه الوحده لازم تروح على اقطار كبيره، فتروح على ركائز الحفر، سوي ركيزه قطرها 80 سنتيم متر متر ونص ممكن، حتى كل واحدة تشيل أحمال هواية بحيث تكون الركائز متباعدة. أكو هنا مرت عندي حالة استشارية من 14 طابق ما أدري كذا رادوا يسوون، فاختاريت ركائز حفر أم المجر دايميتر مالتها حتى تتحمل يعني اللودز اللي راح ممكن يصير عليها من الطوابق. ظروف التربة يعني قطاع التربة بما في ذلك موقع الووتر تيبل موقع الماء الجوفي. مثال اجيب لكم اياه على حاله مثال النوع، عندنا بالمصفى مال البصره اكو منطقه مو كلها اكو منطقه قطاع التربه بها اول 4 امتار ونص كلش ضعيفه، وراها تجي تربه حبيبيه الان مالتها عدد الضربات مال فحص الاختراق القياسي اكثر من 50، تربه كلش قويه. لو ال 4 امتار نسوي لها عمليه تحسين احدى وسائل تحسين التربه اللي احنا ما ندرسكم اياها، يا اما نروح الى ركائز. زي ركائز الدق مستحيل تقدر تمشيها او تدقها الى اعماق كبيره بالطبقه هاي القويه اللي حكينا عليها ورا الاربع امتار. اذا احنا مضطرين نسوي ركائز حفر في حاله لاسناد المنشات الثقيله. دوام الماده المصنوعه من هالركيزه، الدوام شيء اساسي للديورابيلتي، لأنه أنت ما تسوي الأساس مالتك يمشيك سنة سنتين، أكو عندك عمر تصميمي، لازم الأضرار اللي يصير بها الأساس تكون مقبولة بحيث يبقى يؤدي الفانكشن الوظيفة مالته. وقلنا العوامل اللي تأثر على الدوام حكيناها بالفصل الأول من درسنا الفصل اللي بالذات الموضوع متطلبات الأساس الجيد. قلنا أكو أملاح كبريتات، أملاح كلوريدات زين تتضرر منها اساس، ان الكبريتات تاثر على الخرسانه والكلوريدات اذا تغلت تاثر على فولاذ التسليح. زين قلنا مثلا اذا عندنا ركائز فولاذيه ممكن تتعرض للتاكل والصدأ من هاي الامور،
فهاي العوامل المؤذية اللي تأثر على دوام الركائز أيضا لازم تأخذها بعين الاعتبار من تختار نوع الركيزة. overall cost الكلفة الكلية. طبعا موضوع الاقتصادي يمشي جنبا إلى جنب مع الأمان. إحنا لازم كمهندسة تنطي تصميم أمين، لكن بنفس الوقت لازم الكلفة ما تكون معقولة. يدخل ضمن هذا الموضوع عندنا إنه أنت المقاولين مالتك إيش تعرف تنفذ؟ شنو القدرات مال الشركات المنفذة عندك بالبصرة أو بالعراق؟ فمو تجيب تختار لك نوع مال الركيزة إلا تجيبوا لي شركة أمريكية يلا تنفذه. إذا عندك أشياء تجبر بالإمكانات المحلية أكيد راح تصير أرخص عليك. فلازم تنظر إلى إمكانات الجهات التنفيذية المحلية، الشركات والمقاولين المحليين. تقترح فشي قادرين على إنتاجه. أو خلينا نقول يسمونه تنفيذه. طبعاً هنا أكو 30 عامل إحنا ننطيها الطلاب الماجستير. إحنا اختارنا يعني عدد محدود منها يعني لكم. ديزاين كرايتيريا قواعد التصميم. هاي طبعاً ما تشمل الركائز فقط. تذكرون إحنا مرينا عليها بالأسس الضحلة أيضاً. إيش قلنا بالأسس الضحلة؟ قلنا لازم ما يصير شير فيلير بالتربل. التشوهات او بالذات السيتلمنت وقتها حكينا عليها لازم تكون ضمن حدود مقبوله. بعدين قلنا احنا شنو فائده التربة ما يصير بها فيلير والسيتلمنت معقوله والاساس ينكسر. فدخلنا على التسليح والتصميم الانشائي للاسس الضحله حتى نتعلم نسوي اساس مؤمن من جميع النواحي. احنا نفس الشيء بالنسبه للركائز لازم الماده المصنوعه منها الركيزه ما تتعرض الى اجهاد مفرط. شنو كلمة over stress؟ معناها أكثر من تحملها، أكثر من إجهاد اللي يتحمله المادة المصنوعة من الركيزة، كأن تكون من خشب، من خرسانة، خرسانة مسلحة، إجهادات المسلطة لازم ما تتجاوز التحمل. بعد يجب توفير معامل أمان ملائم ضد الفشل القصي للتربة. بعد الهبوط يجب أن يكون ضمن حدود مقبول. إحنا راح يصير تركيزنا موضوع الركائز على الفقرة بي، وهذا هم راح نحكي عنه أقل. نضطي فد قواعد الساعد في احتساب الستلمنت لمجاميع الركائز، هذا راح يصير تركيز عالي عليه. التصميم الإنشائي للركيزة ما راح ندرسكم إياه. بالنسبة ركائز المسبقة الصب عادة تصنع أو تصمم بحيث تتحمل إجهادات الرفع مالتها شيلتها يعني وإجهادات الدق عليها، هذني أسوأ أو أقسى من الإجهادات اللي تتعرض لها خلينا نقول جو البناية جو المنشأ من إجهادات الخدمة عادة بهذا الشكل. أما بالنسبة لركائز الحفر والصب الموقعي فعندنا إجهادات خدمة حسب المبنى حسب المنشأ اللي تسنده هن الحكمة تصميمها الإنشائي، لكن الوحدات المصنعة مسبقا عمليات رفعها وتحميلها وتفريغها ووضعها بالمطرقة ودقها هاي الإجهادات هي الأقسى وهي اللي تحكم تصميمها الإنشائي. وهذا الموضوع ما راح ندرسكم. هسه نجي على قابلية التحمل مال الركائز. عندنا قابلية التحمل مقدما نحكيها راح تكون بدلالة قوى وليس إجهادات مثل الأسس الضحلة. هنا مثل ما أخذنا هناك راح ناخذ الركيزة تحت حمل ضغط وتحت حمل سحب، نحسب التحمل مالتها قد يشيل لود وليس ضغط. كيو ألتيميت هو التحمل الأقصى للضغط. طبعا من قلنا ألتيميت يعني هذا اللود يسبب فشل قصي بالتربة.
عاده يتكون من مركبتين، مركبه عند نهايه الركيزه العميقه بالتربه اللي يسموها بايل اند، بايل بوينت، بايل تيب، كلنا ذني نفس الاسم. دخول الركيزه في تربه قويه بنهايتها يعطيها تحمل، هذا هو، هاي اجهادات نورمال تشتغل عند اسفل الركيزه. اكو مركبه اخرى للتحمل كيو سب اس، هاي جايه من اجهادات مماسيه بين قوسين يعني قصيه، تشتغل على المساحه السطحيه الجانبيه للركيزه. الركيزه مو مثل العمود ماره بالهواء، ماره بطبقات، فاذا تسلط عليها لود وصارت ازاحه بيها ينخلق اجهادات مماسيه تشتغل على المساحه السطحيه الجانبيه. طبعا انا قاعد احكي الرموز ماذا تعني، وبعدين رسميا راح نعرفها هنا ونترجمها. نرويكم اكو رسم، هذا الرسم اذا سلط لود والركيزه شويه زحفت لي جوا، بالاسفل النهايه مالتها هاي بايل تيب، بايل اند، بايل بوينت، شو يسموها، تنخلق اجهادات ترد على اللود المسلط، يعني تمثل مركبه من مركبات التحمل. وعلى المساحه السطحيه الجانبيه، هاي الاسهم المرسومه على جانبي الركيزه، هنا ليش جانبين بها بس؟ لان سكشن، بس هي بالحقيقه مو جانبين، داير حبل، تشتغل على المحيط كله، مساحه سطحيه جانبيه. هي المركبه الثانيه اللي حكينا عنها. طبعا هنا سطوح الانزلاق اذا اراد يصير فشل، بدنا نحكي عن الفشل مال الاند بيرنج او البوينت بيرنج مال هاي المركبه، وهذا عاده يكون لا جنرال شير فيلير ولا لوكال شير فيلير اللي اخذناها، بانشنج شير فيلير لسبب العمق الكبير مال الطبقات. زين، هذا النوع ما يصير بولجينج هنا، هذا فشل قصي خارق يصير بالتربة اذا راد يصير. كذلك بعدين من راح نتعلم شلون نحسب كل مركبة على حدة بالان بيرنج او بالسكين ريزيستنس، هذني راح نحتاج فشي بالنسبة للمقاطع المجوفة او اللي شكل حرف H، اكو مقطع اجمالي يشتغل، لان هاي الركيزة من تندق التربة تنحشر وياها وتصير وحدة واحدة وياها، يسموها soil plug، مثل السدادة، شلون البلك احنا نقول بالعامية، تصير سدادة مشتركة ويا مادة الركيزة. هاي اذا اتش سدادة كاملة، هنا جزئية، اذا تربة الركيزة هنا انبوب مقطع دائري مفتوح ايضا ينترس تربة وينسد، تصير مثل السدادة بيه، يقوم تشتغل وحدة واحدة ويا الركيزة. عبالك المقطع مو هذا الرينج، عبالك المقطع الدائرة الكلية راح يصير، هذا في وقته راح نحكي عليه او راح نحكي عنه. بالنسبة لمقاومة السحب، ايضا المقاومة على الغلاف الجانبي كيو اس اللي جاية من اجهادات مماسية وقصية هم تشتغل، اذا الحمل المسلط ضغطي او سدي، او سدي او سحبي يعني pull out. الاند بيرنج الارتكاز مال قاعدة التربة على طبقة قوية ما يشتغل، يشتغل اذا ردنا نسحب الركيزة اللي فوق يشتغل الوزن الذاتي مالتها ضدنا. فهاي المركبتين تألف مقاومة السحب، هاي المركبتين تألف مقاومة الضغط. كيو اس موجودة بالثنين، هنا كيو بي تستبدل بدبليو وزن الركيزة. الافات هي كلها معاملات امان، من نريد نطلع القيمة المسموحة نقسم على معامل امان. هنا أنا بالنسبة لركائز الحفر والصب الموقعي اكو تشيك نسويه، هنا بارشال سيفتي فاكتور مو اجمالي مثل هذا، يعني كل مركبة معامل امانها واحد، ونلاحظ معامل الأمان اللي يستخدم مع مقاومة النهاية بركائز الحفر يكون عالي مقارنة باللي يشتغل ويا مقاومة الغلاف الجانبي. مقاومة الغلاف الجانبي تقريبا واحد، معناها هذا واثق منها راح تشتغل، بينما مقاومة الارتكاز بركائز الحفر إذا ما صار تنظيف زين لنواتج الحفر تحت الركيزة، أو إذا أسندنا جوانب الحفر بالبنتونايت
وما صارت له إزالة جيدة، فالإند بيرنج حتى يشتغل لازم الإزاحة تكون كبيرة للركيزة الله يبدي يشتغل. فشوفه نقسمه على ثلاثة، ما معول عليه هواية إنه يساعده ضمن مستوى الأحمال العاملة. نجي نعرف الرموز. QU قابلية تحمل الركيزة القصوى في حالة أحمال الضغط، يكون عليها مسلط ضغط. T Ultimate قابلية التحمل القصوى لأحمال السحب أو الشد، وقلنا هاي كلها وحداتها وحدات قوة مو وحدات إجهاد. وكلمة قصوى يعني بدايات الفشل القصي بالتربة. QSB مقاومة النهاية، نقاية الركيزة عند دخولها بطبقة قوية، وهي تكون سائدة للركائز خلينا نقول اللي تعتمد في غالبية تحملها على النهاية. يعني اكو ركائز تمر بطبقات كل السوفت ونوصلها الى طبقة قوية، فتكون التحمل اغلبها جاي من المركبة مال اند بيرنج، بينما السكن ريزيستنس تكون كلش قليلة. اكو ركائز اخرى تحملها اغلبها جاي من مقاومة الجلدية او مقاومة الغلاف الجانبي، يعني الركيزة ما توصل الى طبقة قوية بنهايتها. هاي تكون المركبة هي السائدة بالركائز يسموها الطافية. اغلب الكتب تسميها ركائز احتكاك فريكشن بايل، انا ما اميل لهاي التسمية لان كلمة فريكشن بايل هو تحديد للشير. الشير بنوعين، بفريكشن وبأجهيجن، تلاصق جاي من الكوهيجن من التماسك. فما يصير دائما نقول فريكشن بايل، كأنما نختزل مقاومة القص إلى مركبة واحدة. إنزين، ال W هو وزن الركيزة. إنزين، طبعاً الإند بيرنج عادة شو تنحصله في الدول برا، يوصلون الركيزة إلى طبقة صخرية. إحنا هنا بالبصرة ما عندنا صخر. الطبقة القوية اللي نعول عليها هو دين ساند، رمل كثيف. إذا وصلنا لها نكون وصلنا إلى يعني الطبقة القوية. عمق الطبقة الدين ساند عندنا تتراوح من 22 متر على عمق يبدي يطلع لك رمل، وفي بعض المناطق 36 بالفاو. ترسيب الطبقات مايل باتجاه الفاو، كل ما تبتعد الطبقة الرملية القوية تكون على عمق أكبر، 33 36 متر يلا تطلع لك. هنا داخل مركز البصرة من 22 إلى 30 متر تترى. أكو مناطق بال 24 يكون العمق كافي، بعض المناطق نحتاج ركيزة 30 متر يلا نوصل إلى طبقة قوية. من 22 إلى 30 بالمركز هنا البصرة باتجاه الفاو قد تصل ل 36. ال QA وال TA أيضا ما مكتوبة هنا، هي تحملات مسموحة بالضغط وبالسحب. معاملات الأمان، قيم مقترحة. هاي قيم مقترحة ما منزلة من السماء. احنا سبق ان حكينا قد اكو فاكتورات تأثر على اختيارك المعامل الأمان اللي تريد تستوفيه. فالموضوع يبقى هو ديسيجن للمصمم، قرار خاص بيك. وقلنا احنا كل ما ترفع معامل الأمان تصير الشغلة مكلفة أكثر. الموضوع يعتمد على مستوى التحريات الجايتك، على الطريقة ما التحليل المستخدمها، على أهمية المنشأ، وعد الفلوس المتوفرة لفليسات، كل هاي تأثر في اختيارك معامل الأمان. هاي القيم قلنا يعني تستأنس بيها. ماكو مرات يجيك تقرير تحريات مخربط، ما تقدر تعتمد على نتائج مالته، ما تأمن، تأخذ معامل أمان كبير. إذا الشغلة مرتبة والتربة قوية ومصمم لك فد بنايتين ثلاثة وسيسها ركائز بنفس المنطقة، تقدر شوية تروح زايد وماكو محالات فشل والأمور زينة، تقدر تقول والله استخدم معامل أمان اثنين، استعوى ثلاثة لو أربعة. هذا الموضوع كله منوط بالمصمم وخبرته والأمور المتوفرة. طبعا هاي المركبتين هاي بالله سهلة، وزن الذاتي للركيزة ينحسب. الكيو بيرينج والكيو اس هاي المركبتين
كل وحده راح ناخذ عليها عده طرق لاحتسابها بالمحاضرات القادمه. الاند بيرج راح ناخذ لنا طريقه برزنتيف وطريقه مايرهوف، بعدين من الروح لطريقه للمقاومه اللي تشتغل على المساحه السطحيه الجانبيه او على الغلاف الجانبي لمركبه التلاصق اللي هي يعني منبثقه عن التماسك، راح ناخذ طريقتين لشخص اسمه توملينسون، وبعدين لمركبه الفريكشن الاحتكاك راح ناخذ جدول يساعدنا في احتساب مقاومه الغلاف الجانبي اللي جايه من الاحتكاك اعتمادا على قيم مقترحه من واحد اسمه بروم. هنا نكتفي ونشكر حسن اصغاكم يعني لمحاضره اولى في الفصل الثاني.